بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيلا. الآن نركز بفضل الله تعالى على مقابلة ربي للمنافقين المستهزئين بدينه وبرسوله الكرام عليهم السلام وبالمؤمنين والمسلمين والمحسنين. يقول في المنافقين في الآية دي من أول سورة البقرة: وإذا لقوا 13 وإذا لقوا الذين آمنوا rencontre quelconque avec les fidèles à Dieu, les vrais croyants, les vrais soumis à Dieu, les vrais bienfaiteurs. وإذا أي كل مرة يلاقي فيها المؤمنين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. C'est-à-dire nous donne des fausses informations à propos de ce qu'ils cachent. Vous voyez qu'il y a la psychologie, la sociologie, il y a de tout dans le Coran. Rabbi Koul, Dieu dit, c'est-à-dire dans le Coran, rien n'a été omis, rien n'a été laissé de côté. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وهذا كثرة البشرية في النفاق يقول لك عكس ما يضمره. وذاك علاش عقاب للمنافقين هيا في الدنيا والحياة البرزخية والآخرة لهؤلاء المنافقين خسارة ومذلة وعدم كما تقول أنت تفاعل إيجابي بينه وبين المؤمنين. دائما خاطر دائما المؤمن قلبه خبيره يعرف المنافق هذاك خاصة في اليهود هذا وفي الكرب وحتى في من يدعون اتباعهم لسيدنا عيسى عليه السلام عندهم النفاق وعندهم الكذب كما يتنفسوا كما ينافقوا كما يكذبوا. ولهذا نحضرهم أعداؤنا. وما تخفي صدورهم أشأم وأبشع مما يظهرونه على ألسنتهم. من طولوش يقول مولانا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فما حال أخرى الخلوة بأمثالهم، خلوة بشياطينهم الخفية. عندهم كما تقول أنت فروماسونري يخدموا بعدة أسرار، من جملة ما يتعاملوا به مع اللي مش يدخل جديد يبينوا له اليزم اللي يقول به الفروماسونري هو يمشي به يعتقد فيه، ويحذروه لو يوم من الأيام حطته نفسه باش ينافق أو يغدر أو ينقل أخبارهم يوريوه تمثيلية كيفاش يقع فيه من تعذيب ولا يجد من يجيره أو يدفع عنه الأذى اللي يلاقيه من سوء معاملة أعضاء الفروماسونري. يقول مولانا: قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطين أسوء تحبوا يقولوا. نرى ذلك إن شاء الله تعالى الشريط الآتي.